طبعا اتشرف بوجودي بينهم، طبعا الوحيد اني بينهم مو سياسي، صح. لكن الطروحات مالتهم ثلاثتهم اختلف وياهم الان، لانه انا ما مقتنع بها في القضيه السياسيه اللي لها علاقه بالحصه. نعم، وتقاسم الحصص كلهم يحجون، وما يعني كلهم يحجون، كلهم يحجون. انا طبعا ما اصبر من يطرحون لانه يحجون خلاف للواقع. وما اصبر، اريد احكي يعني. هسه انا اقول اذا بتنفسي احكي ويا الاستاذ مهدي، والاستاذ هم نفس الشيء زين، والدكتور خفت ما حكي هسه راح يقول هذا بالحوز يعني حكي ما فعلا يعني يا اخي حكي بالطشبت يعني. مثلا يضحكون علينا، مثلا 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 راح اجيب لك مثال. رئيس الجمهورية هي محاصصة من الله خلقها من 2003 لليوم، محاصصة حزبية طائفية شو تسميها سميها، هي محاصصة. صحيح، صحيح. نختلف عليها؟ لا، ما حد يختلف. يطلع لك بالتلفزيون وقال والله نفتح لكم باب الترشيحات لرئيس الجمهورية، تفضل رشح نفسك. فالمرة رشحت نفسي لرئيس الجمهورية ويا يمكن مام جلال ما اتذكر. لا هي هاي الأخيرة. لا مو هاي، 11 واحد 111 ما اتذكر. صدق من كان مام جلال اصلا ما يعون سالفتي، واني علي وقت ارد اوصل رسالتي. تفضل. انا سويت؟ قلت ارد ارشح. طبعا انا عندي قناعه انه هي متفقين عليها طابخينها، وهاي مساله شكليه ومو ديمقراطيه، كلاوات كلاوات على الناس. لا بس هي مو التزام حسب النص الدستوري. دكتور دكتور خلي كمل دقيقه، خلي اخذ وقت اسولف. لا مو تسولف، وقت هذا الي الا اذا تضيف لي وقت، هذا ما عندي مانع. وقته وقت طبعا يضحكون علينا. رشحوا حتى على منصب رئيس جمهوريه، شو على رشحاني زين. قلت ارد اشوف، انا اعرف يعني، انا مو غشيم اعرف. قلت ارد اوقف على المنصه واقول لهم انا المرشح، انتم مو تقولون الاكفى، خلي اتنافس بس ارد اشوف واحد منكم يلي قاعدين يصوت لي انتم متفقين على هذا الرجل. بعد هذه الشكليه والش اسمه شنو معناها؟ اني بمفهومي، عفوا للتسميه، انا اسميها كلاوات، لان انتم طابخينها اللي قدامه جايين بمجلس النواب.